السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق أبو زاهر. معانا النهاردة في المحاضرة التاسعة هنتكلم، لو أنا حابب أعمل الباراجراف اللي هقدم حضراتكم ده محاذاة لليسار لليمين أو للوسط، هعمل إيه؟ هاجي كده بعد البي، ولازم زي ما قلنا نضيف خاصية، الخاصية دي اسمها إيه؟ اللاين. ونكتب على اساس نخلوها محاذاة ليفت، ناحية اليسار. هنيجي نكبر هنا زي ما احنا هنعمل ريفريش للصفحة، مفيش اي حاجة، احنا قلنا ريفريش، بنضغط كليك يمين ونسبكت، وهنيجي نشوفه كده في البادي مكتوب الاين ليفت ادينها. طب انا عاوز اخليها سنتر وسط، هكتب سنتر ونيجي حضراتكم نشوف كده زي ما حضراتكم انتوا شايفين، وهنيجي في البادي هنا شايفين حضراتكم ايه اللي حاصل، السنتر اللي هي الباراجراف مستخدمها الخاصية بتاعت السنتر. طب انا عاوز اخليها محاذاة لليمين، نيجي نضغط ونخليها رايت. نفس الحكاية، هنضغط كده ونشوفها زي ما شفتوا حضراتكم. يا رب نكون ايه وصلنا لكم معلومة، دي باراجراف بنشوف من خصائص، وزي ما اتفقنا الخاصية اللي بنضاف لازم تكون داخل الاكبر من والاصغر من، بعد الحرف اللي بنستخدمه او ايه التاج اللي بنستخدمه. تمام، احنا بنأدي التاج، بين التاج الاكبر من والاصغر من لازم نضيف الخاصية. احنا زي ما شفنا وشفنا الايه الباراجراف خليناه من ناحية او الفقرة من ناحية اليمين او من ناحية الشمال او في الوسط. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.